تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة بيع اللحوم البلدي والمجمدة بأسعار مخفضة. يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن. هذا وتقوم مؤسسة حياة كريمة بتنفيذ المبادرة عن طريق منافذ موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية. طبعا مبادره توزيع اللحوم والدواجن باسعار مخفضه تحت رعايه سياده الرئيس بنقدمها من خلال مؤسسه حياه كريمه في جميع محافظات مصر وفي جميع احياء مصر. احنا شغالين في كل احياء مصر. بالنسبه لي انا كمسؤول متابعه حي المقطم بستهدف ايه؟ بستهدف المناطق الاكثر احتياجا داخل الحي. دي ثالث مره من 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 منذ بدء المبادره ان احنا ننزل ونقدم لحوم مفرومه وقطع ودواجن. طبعا احنا النهارده موجودين في منطقه الخزان وكنا موجودين قبل كده في الأسمرات، بنستهدف كل يوم منطقة من المناطق الأكثر احتياجاً يعني. طبعا ان شاء الله في تكرار للمبادره وهننزل تاني باذن الله. الاسعار في اللحمه كويسه، واخد بالك انت احسن من الجزارين مليون مره، يعني 185 دي ولا حاجه يعني بصراحه. يعني الجزار واخد بالك لو رحت هجيب نص كيلو لحمه منه ب 200 جنيه، هنجيبها ازاي؟ بصراحه كل حاجه كويسه وموفرين لنا كل حاجه بصراحه.